السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاكم اخوكم فيلشن وفيديو جديد من لعبة الدن رينج، واليوم راح اوريكم مكان سلاح كليمور. طبعا هذه الخريطة المنطقة الاولى المقريف، نروح تحت كلش صوب كاسل مورن. حاليا انا بقلعة مورن، نصعد هني، توني داشة، نصعد هني بالاسانسير المصعد. طبعا راح يكون في وحوش وايد. كمل هني، هذه اسرع طريقة. نسوي روحنا ما نشوفهم، نصعد هني، كمل هذا. ما علينا، كافة. كليمور مثل ما تشوفون. هذا شكله. أتمنى أعجبكم الفيديو وفاتكم. يعطيكم العافية.